السلام عليكم، بخير هنين الأصدقاء. كي دايرين مع الصحيحة؟ كي دايرين مع شي ولاعة؟ أمور مزيانة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الدواء اللي مهم في هذا الفصل، ليش تغير فيه التيارات الهوائية وتيتعرض الطيور ديالنا للعديد من الأمراض، وهو خير صديق المربي ديال الطيور بجميع الأنواع ديالها. الدواء كما تشوفوا هو الفلاجيل اللي شي تستعمل في العلاج ديال العرق الازرق وديال النقطه السوداء وديال النزلات ديال البرد والاسهال والعديد من الامراض. هذا الدواء شي تخاد على جوج حوايج. اول حاجه الوقايه، ان الفراخ ديالي صحاح ما فيهم حتى شي حاجه. كاين الطريقه الاولى هي نبداو بها هي الوقايه، وكاين ثاني العلاج. غنوريكم ثاني الطريقه ديال العلاج. الطريقه ديال الوقايه نبداو بسم الله. انا عندي الطيور ديالي بخير، ما عندهم حتى شي حاجه. وكتعرفوا دابا هذا الفصل ديال الخريف والشتاء تيتعرضوا بزاف ديال الطيور، كيكون النهار اللي فيهم مزيان، كنكونوا مراقبينهم مزيان، ولكن كيجي شي نهار كتلقى شي طير ضربو البارد ولا التنفاخ ولا شي حاجه. فوالا، يعني الوقايه هو اننا نشدو هاد الدواء كما تشوفوا فيه الفلاجيل، اللي هو دواء بشري كيتستعمل تيعطيو الاطفال، ولكن فعال 100% مع الطيور الى تخاد بالجرعات المناسبه. اول حاجه الوقايه كناخذو 3 ايام متتاليه الطير، اما كنعطي نقطه في ديريكتومون الفم ديالو، ولا كندير ليه ثلاثه نقاط في المشربيه بحال هذه المشربيه الصغيره كما كتشوفوا، واذا كانت كبيره كندير ليه 5 نقاط شهر 4 لمده 3 ايام. هذه الوقايه. اما العلاج كيكون الطير عنده اسهال ولا عنده نزله ديال البارد ولا العرق الازرق كما كتشوفوا. حنا نحلوا هذه الفلاجيل وكنهز كنخلط بعدا على هكا الأصدقاء، وكنشوف شي سرنج، ماشي مهم تكون بحال هادي أي سرنج، كنز واحد شوية بحال هكا كما كتشوفو. أنا الطائر ديالي عندو واحد شوية ديال الإسهال، هادي لاحظتو على مدة ديال 4 أيام، وغنستعمل ليها الطريقة. مدة ديال العلاج على حساب الطير يمتى كيدير لاباس، تقدر تكون 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام حتى 7 ايام، حقاش هاد العلاج فعال. غالبا كتكون 5 ايام كيبدا يبارك التحسن على الطير. وكندير كما كتشوفوا دابايا، كندير النقطة الاولى، عفوا ما زيدش لا شي، كندير بحال هكا، كندير النقطة الاولى شوا، وكندير الثانيه، كندير النقطه الثالثه. فوالا، وكنسد المشربيه بحال هكا وكنقدموه للطير. غير واحد النقطه الاصدقاء مهمه، هذا المحلول ما يمكنش يبقى في المياه. المياه خاصنا نبدلوها من 12 ساعة ل 12 ساعة ونكرروا نفس العملية. يعني ما يمكنش نخليو هذا الدواء في الماء، حقاش يولي النتيجة ديالو عكسية. من الأفضل 10 سوايع ل 10 سوايع ولا 12 ساعة ل 12 ساعة نبدلوا هذا الماء ونديروا 3 مقيطات. وهذه هي النصيحة ديالي ليكم اليوم. وهذا الدواء راه فعال، وهو ثمن مناسب، موجود جميع الصيدليات. وكما كنقول لك ماشي الحس والكناري البادجي العشاق ديال الطيور كاملين، هذا راه خير رفيق عشاق الطيور. وما تنساوش الاصدقاء ديرولنا واحد جام والاشتراك ان شاء الله، والله يسهل الامور، الله يسهل الامور الاصدقاء. وشكرا، لنا موضوع قادم ان شاء الله.